طلع وشيخ تلام رجع من غير يمين لعلكوا كلكوا في النخلة غور. يلا يا سلام الوقت هيبرد، وقت لأختك شمس زين لو برد طعمه يروح. وانت يا شيخ اسماعيل يا بخيل ما تقعدش تقعد مع ضيوفك. انا جيت اهو. اسمع يا شيخ سلام، انا سبتك تقطع لي بنتي عشان انت خالها، لكن ثلاثة بالله العظيم لو عقلك الصغير قالك انك تكون مرسال بينها وبين والد الجبل قدام اخوك اهو لكون قاطع خبر جابر ورجل مرساله. خبر ايه يا اسماعيل؟ هتزعجني في بيتك تشتمني؟ وانا ما هاكلش ما ادقهوش، توكلني وتشتمني؟ هي دي الامانه يا شمس؟ خبر يا اسماعيل، زعلك نفسك الاصول. الشيخ سلام يبقى خليلي، ما هوش مرسال من حد. تعال تعال اقعد على الوكس وقعد ولد عمك. تعال حتى انت كمان يا سلام جاي تقطعني ببيتي؟ ضحك عليك واستهبلك اللي اخوك اواه وقال لك هات لي بنت اختك. لحد هنا وتلزم حدك؟ الشيخ سلام مش يهبل. الشيخ سلام دي هي احسن الناس، ومفيش وقت عندك يا اسماعيل. يلا يا سلام. يا حمام هسيب واكل اختك؟ انا كده كل الناس عارفه اللي زعل الشيخ سلام يبقى زعلني، وزعلته كبيره قوي عندي. اسمعوا دلوك، بنت عقلها مش فيها، وقعد جابر الكلب وسطيكم ما عجبنيش، وانا يا همام ما تعودتش اشرب مع ميه القشايه. لو عايز نصفه بعد جابر عن طريق احسن. هتأمرني ولا هتهددني يا اسماعيل؟ انا اللي اقول من اللي يقعد ومن اللي يمشي. وانا نفسي ما مسمحاش في قعاده. يا انا يا هو، انت تقول غلطك ويقبل يرفض، وغلطك بعد شتيمة الشيخ سلام مرفوض يا اسماعيل. يلا يا واد. والله ما هتنقله من غير عشاء. يمينك في رقبة جوزك. يلا سلام. سلام سلام، هتزعل اخواتي في بيتك يا اسماعيل؟ طب يمين مرأة لو ما رحت تنادم عليهم لروح معاهم في 60 غارة. غوري تفكراني حمسك فيكي؟ ده انا هطلعك بيدي. عارفة ليه؟ لانك مرأة ما تحميش عار، وقلتها لك قبل كده لو بنتك طلعت هتطلعي وراها. غوري سيبي بنتك. مرحبا يا شمس، اللي جابك في عود الليل؟ اسمعي زعلنا كلنا يا صالح كلنا. اسمع يا جاب، انت ليك في الجوار سنين ما شفتش منك غير كل طيب. الحمد لله. عودك يا جابر ما تجيش المنظر هنا غير لما شيئ لك. ليه؟ اسمع وخلاص، غير كده يا في بيتكم يا في المجلس النهاري، لكن ما تجيش المنظر هنا غير لما شيئ لك. حصل مني حاجة؟ وبعدين ما تسمع الحديث، لو على الشيخ سلام يبقى يروح لك، لكن المنظرة لا. وطريق بيت الشيخ اسماعيل ما تعتبوش واصل. علم؟ علم يا شيخ العرب. انا عارف انك راجل وعارف ان عندك تقدير للامور، ولا ايه قولك يا سلام؟ مفيش قول بعد قولك يا همام. بنت اخوي مش ليك يا ولدي، وشيخ اسماعيل غالي قوي عندي، وانت مش رخيص يبقى تسمع الكلام. حاضر. يلا روح بيتكم ومش بقش هنا تاني، ولو خالفتني هيبقى دمك حلال اسماعيل. يلا يا ولدي روح.
اقعد يا سلام وفهمني. انا عارف انك ما بتكدبش. ايه اللي جابك اسماعيل كده؟ ليلى طلعت وانا نظرتها وخدتها من وسط العيال اللي هتضربها بالطول وقعدتها ورحت جبت لها برده ورجعت وروحتها. قعدتها فين؟ مع جابر؟ لاني ما غبتش عنهم دقيقه ورجعت لقيته مرمي على الارض غثيان. يا حد الراجل يعمل اكتر من كده؟ انا قلت له يتجوزها انما مخه ملوي زي فرده المركوب اللي ملهاش اخت. انت اللي لازم تتجوز يا سلام. انا وانا مالي كده؟ حالك مايل، حالك مايل يا سلام، ما ينفعش تفضل كده على طول. انت هتعدل حالي بالجواز يا همه؟ انت مش راجل ولا ايه؟ ايوه راجل. يبقى تتجوز وتتلف عروستك بدل المصايب اللي عاملها. لا مش كده، انا عاوزك تعيش حياتك، تعرف الدنيا، الدنيا فيها حاجات حلوه كتير زي ما ذكر ربنا حلو. الحياه حلوه يا ولدي، اتجوز وخلف. اشمعنى دلوقتي؟ ما انا طول عمري كده وراضي ومبسوط. بس انا مش مبسوط، انا حاسس اللي انت فيه دي تقصير مني. ان سلام والد الشيخ يوسف لازم تتجوز وتخلف، انت كبير والد كبار وحالك ما عجبنيش. حالي ماله؟ ماله سلام؟ لما تتجوز وتجيب عيال هتعرف حاجات انت معرفهاش، هتعرف يعني ايه عيال وبيوت. عاوز شعر ولا عاوز اتجوز؟ انا عاوز اتحاسب على روحي انا بس يا اخي، وانا قادر على روحي عشان اجيب روح تانية جاري. يا سلام انا ما احملش عليك كلمة، لما غبت عني عقلي وقلبي وجه عليك وجه. لو شيخ اسماعيل او اي مخلوق قال لك كلمة عفشة انا ما اسكتش. انا ابوك، اخوك الكبير زي ابوك، لما اقول لك كلمة تسمعها هتعصاني؟ يعني هتغصبني يا همام؟ لا بس انت هتسمع الكلام وانا هعمل فيك حاجة عفشة. انا بقول لك اتجوز. ومين ترضى بيا بس؟ انا محدش يرضى بيا غير نفسي انا بس يا همام. كانك عبيط صح، انت معرفش انت مين ولد مين. خلص الكلام، لما اقول لك تتجوز يبقى تتجوز. يمكن يا همام، يمكن. انت مش بتاكل ليه يا خليل بيك؟ موقفك من حسين بيك يمنعني من الاكل في بيتك. حسين بيك عصى الاوامر وخان العهد. العهد اللي بيننا وبينك يمنعك من اصدار قرار بنفيه، وانا ما لفتوش غير بعد ما اتاكدت من خيانته للعهد وانه مد ايده لصالح بيك وهمام، وانه كان عايز يجي يقعد مكاني هنا بالغدر ويقضي علينا كلنا. يبقى مين فينا اللي خان بقى؟ معاذ الله، اذا كان كده يبقى خان القسم. وعلشان خاطر العهد انا ما قتلتوش. شفت بقى يا خليل بيك ان انا فضلت مع العهد لغايه اخر لحظه مع علمي انه عايز يقتلنا كلنا.